قاتل وزور اوراق بيقول فيها ان هو صاحب ملكيه هذه المجموعه، وطبعا ده بعد وفاه صاحبها اللي هو زين العطار. وبعدها بدات المجموعه في الدخول في صفقات مشبوهه على كافه الاصعده، واحنا ما بنقولش كلام مرسل، احنا معانا اوراق بتثبت كل كلمه بنقولها، وبتثبت الصفقات المشبوهه اللي دخلتها المجموعه في الفتره الاخيره. وطبعا ده بعد ما بعد عبد الحميد العطار عن عيلة العطار واستقل بالشركة اللي أخذها بشكل غير قانوني. ابقوا معنا وتابعونا ومع الحقيقة. لو الحمل تقيل عليك قولي وانا اشيل معاك بدل قعدتك ده ما بعملش حاجه. اقول لك ايه بس، الحكايه مش سهله زي ما انت فاكره يا ايمان. وانا كدها والنبي يا اخوي، ما يغركش قعدتي في الدار دي، انا معايا بكالوريوس تجاره وبتكلم انجليزي كويس، ولو على الشغل انت هتفهمني كل حاجه، اما بقى لو على المصلحه محدش يخاف عليك جدي، انا سندك وحبيبتك وهتجيب لك حقك من كل اللي يزعلك. اديني انت بس الفرصة. قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله ونعم بالله. يبقى اتفقنا، اقوم اجهز نفسي عشان اجي معاك من بكرة، المجموعة لازم هأمان جديدي. ايه يا حبيبتي طمنيني على الشغل. النهاردة يا سليم كان يوم صعب جدا، والحلقة كانت متعبة قوي قوي قوي، مش قادرة اقول لك. ما انا اتفرجت عليها كالعادة، كنت هايلة. أهو أنا كده نسيت تعب اليوم كله يا حبيبي. الفلاشة دي يا دودو عليها شوية ملفات بتثبت تورط سيف العزازي في شوية قضايا، غسيل أموال، استيلاء على أراضي الدولة، دفع رشاوى، يعني شوية حاجات كده هتروقوا قدام الرأي العام. رشاوى ايه بس وغسيل اموال ايه يا سليم؟ عايزين نخش على التقيل. السلاح يا سليم السلاح. لا سلاح لا، مش عايزين نفتح الباب ده دلوقتي خالص. على راحتك يا حبيبي. وانا اللي قلت اجيلك تساعدني طلعت يا عبد المعين. ما عبد المعين مش راضي عن اللي انت بتعمله يا فتحي. يا يحيى يا يحيى، الكل بيلعب على كله وانت عارف ده كويس. انا خلاص دفعت تمن اللي عملته، وبنتي ماتت، نفسي اخطرها، نفسي اموت وارتاح في قبري. عايزك تكلم لي سليم بيه إن إحنا نتقابل وتكون تالتنا، بس يديني الأمان. يديك الأمان في إيه يا فتحي؟ أنا أموت واقفة من تخاف من مقابلته كده ليه؟ أهلا أهلا يا ابن الرايق، إهدى إهدى، مالك عجزت كده يا راجل؟ لا ده شوية حاجات. إيه يا يحيى؟ مالك نازل زي المنشار كده على عمك فتحي؟ عم فتحي؟ بقول لك إيه يا يحيى؟ كلم له عمك سليم شوف الراجل عايز إيه؟ دي عشرة العمر. ده في الحارة وبره الحارة كمان. طول عمرك أصيلة حقيقي وحنينة، غيط حنان منبتة حنية. دمك زي العسل. اسمع يا يحيى، اللي بيننا وبين الرايق لحم ودم، ابن أخوك ربنا يديله طولة العمر، يعني احنا أهل. كلم له عمك سليم شوف الراجل عايز ايه. حاضر يا أم. مش موسى ده اللي كان معاكوا في الدار والشيخ سلامة طرد وأيام عمك زين الله يرحمه؟ هو طول عمره الدم عنده هين والموت أسهل طريقه. بعد كل سامر كان بيعمله لنا الشيخ سلامة كان يقعد يحكي لنا حكاوي اللي شافها في الشارع بعد ما تيتم. أول ليلة موسى باتها في الدار عيل شتمه بوم فتح له دماغه كان هيموت في إيده. الشيخ سلامة علقه على الفلكة ورماه في البرد أسبوع، إنه يتأسف للواد أبدا. كان عايل ابن ناس غلابة، وفي يوم شق خرج مع أبوهم طلع عليهم أهل السوق، قتل أبوه وحاول يغتصب أمه. بيقولوا إنه قتل أمه عشان محدش يقدر يغتصبها، وإن الخنجر اللي معاه ده كان بتاع الراجل اللي بيحاول يغتصبها. بعدها قضى حياته كلها في الشارع، كان كيفه يعمل عصابات ويرازي في خلق الله،
لحد ما لقطوا الشيخ سلامة وجابوه لنا على الدار. سموا الفلك على اسمه من كتر ما بيتعلق عليها. كنا مسميناها فلكة موسى. كان الشيخ سلامة الله يرحمه دايما يقول له انت صحيح مخلوق من طين بس ما بتنبتش غير شوك. كان في الدار عامل زي الشيطان، محدش يقدر يقوى عليه، وما كانش ليه صاحب غير اللي شبهه. كان يرمح بره الدار ويعود ويجي في وش الشيخ سلامة يقول له مش موسى اللي يتحبس ورا سور. لحد ما الشيخ سلامة قرر يطرده من الدار ويقفل وراه باب الكره. بس محدش قادر ينسى النظرة اللي بصها لنا، نظرة كلها شر لينا وللشيخ سلامة. وهو رجع تاني عشان ياخد بطاره مننا ومن الدار. والدار دي أهم حاجة رأساس في عيلة العطارين كلها، ولما تتاخد مننا كده عيني عينك يبقى شكلنا قدام نفسنا وحش قوي. مفيش حاجة على حالها غير الحيطان. الدنيا اتغيرت يا موسى، مفيش حاجة بتتغير غير البني آدم يا سميح. لسك جبان زي انت. الله يسامحك يا موسى، بس انت ايه اللي فكرك بيه؟ ضهري ورجعت ولا نسيت؟ فاكر يا سميح؟ فاكر لما بعتني ورميت نفسك في باط الشيخ سلامة؟ كنت معايا على حلوة، أما جت المرة سبتني أشربها وحدي. كنت عارف إن عمرك ما هتنسى. وأنسى كيف؟ أنسى كيف وأني موسى الجلاد اللي عمره ما ينسى حاجة أبدا؟ بعتني يا سميع، بعتني. رحت للشيخ سلامة وقلت له أنا ماليش صالح بموسى، أنا مظلوم. عشان يرضى عنك طول عمرك جبان وتراب الخوف جلد فوق جدتك. إيدي اللي اترفعت ضدك ممكن تبقى ملكك. انسى اللي فات يا موسى ونحط إيدينا في إيدين بعض. أنا أعرف خبايا العطارين أكتر منك، ومع بعض نقدر نقف وشهم ومحدش يقدر علينا، لا العطارين ولا غير العطارين. مش بس العطار يا سميح اللي فضلت على حالها، لا شكلك انت كمان متغيرتش، طلعت جبال وشكلك هتموت جبال. ايوه هبا هبا ايه اللي حصل؟ 4-0 ليه ونقص 2 على الماتش، وبعد كده انا قلت لك اصلا العب بريا بس انت اللي لعبت ببرشلونه، يعني انت لو ركزت شويه زمان ما كنتش خسرت. عندك حق، لو كنت ركزت ما كنتش خسرت. طب كده بقى لازم سندوتش مكافاه للاستاذ كريم. لا لا يا ماما استني لما اخلص لعب. لا 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 خلص لعب، احنا هنبتدي جيم من جديد. عايزين بقى المكان ده يشتغل، والناس اللي هنا دي ايه بيشربوا شاي ولا بيعملوا ايه؟ حاضر يا حبيبي. لا بس حلو المصنع، شغل عالي. امال هما كانوا بيقولوا عليك كيوت ليه؟ تنتجوا ايه هنا؟ ده خط بس 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 في ايه؟ اتفضل روح شوف شغلك. عمرك يا حازم بيه.
حازم بيه. ايه اللي جابك؟ مبروك على المصنع يا حازم بيه. مبروك دي تقولها لي لما انا اعزمك على افتتاح المصنع، انما تيجي لوحدك كده حتى عيب في حقك يا راجل. اللي انا كنت خايف منه حصل. مصنع غيرك، مع ان انت اخر مره قايل لي ان احنا اهل، ان احنا جوز اختك، اما جيت محموق قوي. اللي اقول لي هي اختك فين يا حسن؟ ندى مش هنا يا مروان. لا ندى هنا. عامه انا عارف ان انت مكسوف عشان انت كده بتعصيها على جوزها، بس انا مسامحك. طب انت شايف ان المكان مناسب ان انت تتكلم في حاجه زي كده هنا؟